سورة المائدة حلو قم قعدني سورة ده انت بدو حلو قم قعدنا شيء غريب وان سورة ده كلا كتيرين اما مسألة مهمة قصوا نغ نغطاء قصوا نغ نغطاء سورة ده لحداد المائدة وحوي وحيرة هدي الصومالي اللي حيرة وحكتيران وحكي له مائدة اللي يقالها ميسكا فراشينك الله دول صار انا مائدة ليلة فوق المائدة هذا مركة عربية والرميان فوق المائدة ميسك دشي سالي سوي من بيلان مركة مائدة داسي قال لي النبي الله عيسى حرتي ساهي وتكد البين إليهن الله هو موكر إنه مائدة نسو دجيو سورة مقعاس إلهي ترتيب القرآن الكريم كوا سورة الشناد ويا آيات هذا نوا بقول يلا باتنا آيات هذا ويا وحين كمتها القرآن كمدنية في كمتها القرآن كمدنية هو في فوق سارة أما لقاها هذا تشريع وحلي لا أحكام تشريع لا وحلي لا كل دقيقة وحوي مكي جنا وحال لقاها الله عقيدة ذا هي أخلاق ذا لقونا هو هي أخلاق هي شرك الله دجالنا وحوي القرآن كم القرآن كم مكي جا شرك جا لقاها سارة جزيرة العرب وهي دولة محمد سبعية تمنسن ومكتشي وقل وانت شرك يقول لساري ونطتك وحكا للغو حكومين انك سو الصلاة للغو واجب يلي مركز وحا شرك يقول بألا لده قال لما يصدحية تمن تدكي وحي كسما يسمين قرآن بي كسما يسمين مركز سراكيشي وتببراني نبي الله محمد لببقل روح اوي مادة او ان مركز دين حوق لو تبر لاهين معنى هددك لقاعدة لدي هاي اما قبيل كود ميشد دقاني نبقو يسكتك بوده سري مكره في اوي مادة واجي يقول أذ أرك فوق وحرتي إيمو رجي أذك النبي الله محمد تببري القرآن كله تببري الشرك لا الدون ككثاري لما بقول ده أن دمين وحي كير ونبي كلام جل ودي ما ككلام جل ودي أبوح أو القرآن كبوح أو القرآن كوه بيسن مدينة صدقي لقى دكتي مركز الدين تي لفافية النبي الله محمد يقول قال جزيرة العرب قال لما ذكر دماتي الشرك ينكر دماتي adduunka intiisa kala nama ragan marka quraanka sida yeela waa dabeecada quraanka cid ka adkaysan karta ma jira quraanka cidii dhageysataan waakin ninkii abu dufayl loo oran jiray abu hurayra adeerkii ahaa feerkoodu ahaa nin boqorab u ahaa ugaasa wuxuu ahaa nin gabayaana uu ahaa nin caqli badanna uu ahaa uu soo xajiyey marka xajku soo aaday isagoo mushriga marka qolada quraysh baa wadooyinkay waxay dhigeen dad dadka u sheego ina ninka ahaa dhageysanina معناه وحي آمن سيئه النبي الله محمد عدي مغشاينين مرة ديدي كارينين لنكي وحر يمد حرم كيبو يمد النبي الله محمد يتوقع تحيب الديسي يقولوح ديسي باسوات شيدتي عبار بودها فوريسي ولمه وحيس كالي سيارة لنكا على الكيس أمغل حلو الرهالة لن عقل الاتاي لنكا لنتا لغي ستو دي وحد وحكا قرطا دو كوشي اغنى اسكرع هدي كلان دي عقل بالله ووتغي مركو نبغي أركي وابا مغلبا وعلي صورو بكرعي waxa qoladoodi fiidii si tuburaha ugu tagay buuraha jidaad ugu tagay ka saaray shirkiga ka saaray gabadhiisa ka saaray oo marka quraanku heerkaas uu sameeynaa Allahu xulay subhanahu wa ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim bisin ku suuradaha quraanku kamid yahay sida uu asaxsan yaa ayyuhal ladina aamano dadka muuminiinta ah awfuu ufiya bil uquudi ballanyaalka ufiya عقودا بلن وحا لوغا جيدا وحا لو شي فقه احكام لوغا جيدا وعقد اوفيه وحويه عقد بيع اوفيه وامانه اوفيه وبلنت اد ميل دغتان اوفيه او هبه اوفيه او وحو ان لدين كولا بلن اوفيه حجك يا صلاه يا صوم يا كدي وحا لدين كولا بلن وحا لو شي حكم هو دنب هذه عقود لغا ود لكن لقاء هان عقد هو وحي لبر كو هشيسو يا عقد لقاء هان ليلا هذا وحي الله كو له هشيو iyo waxa aad idinku ku heshiisaan labadaba oofiyaal ha ka bixinay walaw galbaha ahaa cidda aad la heshiisay eed wax uu kisay ma khayaani kartid hadii uu xad bi ahayn hata xadbiga laftiisa waa loo sheegay in la dagaalamo yaa loo sheegay cun la yahay baa loo sheegay khayaana lama ogola hadii la yiraahdo galada xadbiga ha la khayaano khatar baa imaan khayaana ma yeesho inay timaad la maran yaa ayyuha alladina aamanu dadka muuminiinta ahow awfuu oofiya bil uquudi عقديات وفية بلنيات وفية هي هشيسية دوية معناها قرار وحدا لك له هشيسي يوحى إليك كل هشيسين وفية مدك لأحل ذو حالدين حلالي لكم إذنك بهيمة الأنعام نعم ولينا أو حبق قرانين وحوي وإضافه وحوي البهيمة الأنعام
الله نعمل بهيمة بمعنى كذا جنتان نعمة ولا إذا واحد بهيمة لوجو بحيم هذا اللي ما يسمع هذا عقل إنه قل هذا هاي حاول يدباته إنه قل هاي قرنا إيش إن مركل الدليل اللي الجورع عييه لبنا قل هذا عقل هذا هاي لكن درام وإلى هذا هاي يوم وأكل إذا أورا حي أو من ديها قاعد لسنا وأكل درام بلا هذا هو هتشيدين وصدا سوكله بحل دول حلاليين لكم يدك بنيوم طول عام النعمة ولا إذا أوح مجرت إذا يا الذين حلاليين أنت بدل نقض النعمة لي أنعامها أنت بدل أي عرفت استعمالك شرين جيل هدير وحلو غشي ذا جيل يلا ذا يا أرنا وقعدوا نوسوق اللي بالي ويجون هو حوي النعمة لي إلا نوعيهم هو حلو وحي إلا نوعون إلا ما شيء مجيء يطلع الغد الأغري عليكم دشين غير محل السيد وقعد هو حلال يسن غير كنت حلاتهم والحال أنتم يدكون حرم حرم الحج قبطان أما حرم العمرة قبطان وحال ليه هاي النعمة ليه دي أردن وإذين حلال لكن وقال دا إذين كون محرمين وإذين كحرم وقال دا إذين كون محرمين وإذين كحرم وحال إذا الجملة دا أنتم حرم وجملة حالية وحال إذا الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها يجي لها دي قولة عربية مركة وأنتم حرمتوا هاي كحرمت هاي غير محل سيدي دي كحرمت الله وحليه بهين وتلا العام والدين نعمي إلا ما شيء مجيء تلا الغد الأغذية عليكم دشين ومدة حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير ونقص صعتها إذا وحل الغد الأغذية فلمن الغد الأغذية وحين حرامها وكي آيات با معنى روحها وحقال لي وحي يريد كما هي لي وحرام كما هي لي وكا آيات دا سوى عام وكا آيات دانا انت انكسوا صعدي وحي وحل واحد شلو أرداني وحلال إلا انت شرع وكرح سارا مهيان غير محل السيد وقال لك هو حلال إنسان غير كل حالات وأنتم يدكون حرم محرمين آتيهم أما حج أما عمره إن الله الله سبحانه وتعالى يحكم بروحكما ما يريد وعدونه عندنا ثلاثة شماعي وحلا وحو الله حكمان ووح مسلحة كنت يستوي حكمة حكمة أما قراء أما هقرون حكمة أما قراء أما هقرون لكن وحيابها اللي نجح حرامي حكمة كنت يستوي حولي أما عقل قيدبي أما الدين كيدبي أما عثمات كيدبي ها وانت وح شيخ حرامه أو نبله إني متشلوه وحو الله حرامه يو وحو نبله حتى وحي دب كيس يدف كيس وأي نفعيش وكب بدني هاي لا ينجم حرامه أو نفعه وبدني هاي وح يعني دب كيس بدني هاي وهو حرامته مرك إن الله الله سبحانه وتعالى يحكمه الحكمة ما يريد وحده الحكمة عدنا كلام التشدد كل نوح الحكمة أرنين حكمه كفرها يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهم لا تحلوها حلالا سننا شعائر الله ألا حدود ديس حلالا سننا إن الحدود ألا كتها اللعودان حلالا سننا معنى ذو حوي شيء الله شرع كدقين سعنا ولا استعمالنا وشعيرا ذو حكم ذا مركز شعائر تصوم كي يزكاد إيو إيب كي توحيد كي وحصرنا مركز أحكام تألا ليها حلالا سننا معنى ذو حوي سيدا يتهي او استعمال او الشرعي او حزم شرعي قال الله عبد الله عنه لكذا قلتها واجمع الشعير ويا يا أيها الذين أمنوا ضدك مؤمنين الله تحلوا ها حلال سنين وها كد البودين شعائر الله ألا أحكام تسي حدود ديسة ها حلال سنين وها جبنين وها حدود ألا ها جبنين وها حلال سنين ولا الشهر الحرام بشفر ماذا لهنا ها حلال سنين تقال كده حديد على شيء يقول ولا القتال في الشهر الحرام مركع علم ذوح إليهم أشوى عهديهم وهل بالأكلية وحوي أفرت بلودين إليهم باكفي عن وأشي جنسية لك بغفر ولا الشهر بليهينها حلال سنين الحرام يحر ماذا لها وحلال سنين معنيه ذوحوي نحن ذاقاها حلال سنين هنسوا أما هنين وعربتها نقفيض وحوها بالحرمة لمركي تشوغان ويدقاء لبهدان بأما هنسرين وبشي بلا الحرمة لهم كل حكومة سنين marka sameeyshaadiye bil kale isoo galin jiray marka bilaha xalaalaysanin oo haso ama hanina isla markaana dhexdooda dagaal xalaalaysanin oo wala shahr al haram wa sida macnaheed wala al hadiya hadiyadan ha xalaalaysanin hadiyadu waa waxa haramka loo wado xagoobin oo hadhicina wala al qalaid wala dal qalaidi dhaati al qalaidi luqun gelinta midow saaxiib kaana ha xalaalaysanin qalaid qalidadu waxa way wax luqunta loo galin المثل نفس هذه هو حرام كلبو هذا كبا كبا قلت لوجين كبا يا لوجين أما ما يروح
جيدها حرم ككمينا يا سيد الله وحده يا مركز أصله مقرن يا قليل الله بحي علماء وحيلين برجعه يا عرفت أسبوع بتشيرين وهدية حرم الله وذين تي بحدي أسبوع تاجان في أسبوع بتشيرين مركز أصله علامي وعلامه الله سميع لي سيد الله قرطين حوالي حرم كيهين مركز أصله الدين شيل ولا تابن شيل علماء وحيلين برجعن تنبه الدين سلام ما ضب بدتاي إن هدية عيدنا أين الدعين قليل ذا يوحى الله ربه لي علماء قارب عليه لكن هذا مر دي النبي قبيل والنبي الشرعي حكمة كلام بعملها كجيرتين ولا يرين وحين النبي السمائي حكمة دي سحتها هذا الله قرنه ولا سمينه النبي جب السمائي درت هذا الله سمين ولا الهدية هدي جنا على لسانه وح الله وذا حرمك ولا القلائد لقون قلين تنا على لسانه يعني الشيء اللي قمت وحلو قلي على لسانه ولا أمين هو أقصدينها على لسانه البيت الحرام وقسي بيت كحرمة له يبتغون حلائد البيان فضل وفضل إذا البيان وقنع صديالهم من ربهم كذا البيان يوى الهدوان الرضي أهان شاء إذا البيان سيئة قال التهيوي آيده حيله ذهن علمته هو اللي شيء يليه يا اللين وقال دوي مركي حرم ككس عدان يبو فضل لفاتنه وقنع صديان وانتقال دون هين إسلام مركي أنا في الضاء اللي فاتنه يسيئة قال التهيوي أهدد حلمها أديه في الضدون يهيني هحلا ليسنين علي علماء قارنا وحيلين ما يقال يا مسلم بع ويكُشِرَن مركان مسلم كونه كُشِرَن وحاسكُ جن المسلم كم إله كلام هو حرام إلا قبّال إله كلام الله ما هو جل مركان قاله دو مركان حرام كقص عذان هبوبينا حرام كقص عذان الفضل اللي كده نجاني دجال دوني عيد دو حالين ولا نسخ يوم فقتلوا المسلمين حيث وجدتموه قالوا مهجر كيا شامبا وحوي بدك على الله ما هو جل حرام كبرج دم وكل جم من عليه مسلم مسلم حجي كرام سنة في وراء سنة في سديدة أبو بكر حشوه قامينه قال لي إعلامي إن المشرك سنة نبي من كرين قف خاوني نبي من كرين خاوني بيكو يكون دواء في سيرة قريشته سنة كده نبي حجة الولاء عن النبي قيمت وح مشرك إنه ما إيمانه وح خاوني نما إيمانه خالص بالله كمانكم والله لكم بس هو حجيري وصلا سكلا مركا آية دو حلالي هاي قال لها ثابننا مركا حرم كقص عدان يوم جناس وقص عدان ولا شو شيء مسألة داسو لما أقولان الحرم كل ما أقولان يوم هذين مسلمين ولا أمينك هو مقصدين هحلال سنين البيت كعبدة الحرام وحرمة الجورج وحرمة له البيت الجورج الحرام وحرمة له يبتغون حلال إذا البيان فضلا فضلا إذا البيفيس إذا البيان وجن عشدون يهيم من ربي من ربي قد كدوني ورضوان فعداه شيء إذا بسيدا يجعل تهوي وإذا حللتم مركز حلال وجان وحاجك أما عمرك كحلال وذان فاستادوا وقارسد علي مركي هو الوكيل ويلي غير محل السيد وأنتم حرم إذن كون محرمين وقاردها عنينا لكن مركي حلال وذان وقارسد علي مركي وقارد الليليها عنينا إذن كون محرمين وأمد أذي قدرتها وقصر وقاردي أما أدوك بعض وقارستيوي يعدين فرحنتو إسكي إساقا وقارسد وكسيريو أدوه محرمة حبال لما لوالا عنا ياوي وحبنا أذن قعنك الله هين سوى قارين فيس الله وحليه وإذا حللتم مركز حلال وذهن فاستأذوا قار سرع أمر وحي علماء إلهدين أمر كوجوب فائدية كان أمر فائدين ميسو الأمر بعد الحاضر بالإله شيء ممنوعها مركز أمر لقد بكينا وإباحه وحالي من قرقها قليه بالويل مركز قرق مدكة شوفي بالويل قال مركز والقوء قليها واجب معها قليه سادم الحضر الأمر بعد الحضر واجب مفائديني وإسكا إباحوي مردي ممنوع هرجلي ممنوع الحيرات يوم بالقاضي وهي ماشي وإذا حللتم مركز حلال وإذا فاستأذوا وقال صدق ولا يجرمنكم يونئذ كحم باري إذ كلفن شنآن قوم قلع عرضوا أذو قبطان ومحي بقوع علي سنتين من أن سدوكم من إذ كهر جوك سدين عن المسجد الحرام المسجد في حرمة لها سنة في حجيبية أن تعتدوا إلى حد قدفتان أيضا معنى هذا وحوالي عرضة أدو قبطان قال هذا مركي كعبة إذين ديدين درته هذا حد قد منه وقال هذا تابنين قال هذا مساكين تو إذن صوما قنق الشيء مركات مكة قبصتين بالمثل قال هذا الدالية تابنين أولي عرضي هوري أدو قبطانيين إذن كو كلفين إسكا سامح وي فراحة قال سيدا ما فهمت أكسدا إنه سبوح إنه اللور ولا يجرمنكم يين إذن كو حمبار إذن كو كلفين وي معناها شنآن قوم قلع على دول أدو عليه سنتهن أن سدوكم بأن سدوكم
إن إذن كهر جو سدين عن المسجد الحرام المسجد حرمتنا أن تعتدوا إن الحرب الثاني أن تعتدوا داسي ومفعول كلا بعض أي يجرمنكم مفعول كذي لبعض وأن تعتدوا إن الحرب الثاني يعني ذكوا عن بعض معناها عيلها أتقبتان ما كي حديبيا ما كإذين ديدين عيلها ذو قبتان على الدرتين عيلها أتقبتان درتين هو أرجو دنينا وين نبت قليا بحية وين الله وحوليها وتعاونوا السكة الميستة على البر إحسانك إيا سمفالك إيا وتواء لك بقدة ولا تعاونوا هاي سكة الميسانين على الإثم دنبي يقول عدوان عليك هاي سكة الميسانين ذاتك ولا لها أهو وذاتشيرة ذاتك مسلمين تهو هكلا بحينو هاي سخلافين وحوض قبصدا وحد وضا قبصدا وحي في عوض قبصدا أبيرها وضا فشا جهادك وضا قلا een iibka wada iibsada ruuxii yaa baahan u kaalmeeya saaso kale inkastoo aayadu sida dadka masaakiinta ee warsada qaar kood ay yiraahdeen tacawanu calal birbaalin aayadu ma aha dadka wax siiya ma israaca iskaalmeysa way wax wada qabsada looga jeeda aayada ee macnuhu ma ruuxa wax sii baahan ma marka ruuxa wax sii baahan ta lafteed waxay soo hoos galin iskaalmeysa lafteed ay soo galin marka wixii wanaaga isku raaca way hay iskhilaafina wixii wanaaga wa tacawanu السكة الميسة وقعتها إسقصدها على البر إحسانك يوطقوا الله كبقيدة ولا تعاونوا هاي السكة الميسة لنا على الإثم الدنبي والعدوان عليها واتقوا الله ولا الله كبقى الله كبقى معناه ذو حكاية هاي شرعي كل رغموين قفا أن الله كبقى شرعي كل رغموين قفا مسلم كا أما ممك حارس كلمالي يعني وادية كلمالي أن تقوض الله هاي إلا العدو هذا وحوي حبات كل مدى بتشوك تقول لكم ما هي ستو فريسة لا دوتك عدكم مالي فريسة لكم مالي ore wa shaahada lagu male waxa ku ilaalinay waa maxay wa waxa weeye taqwada allah ma qofka muuminka xariisa waa taqwada allah waa in qofka muuminka xidda dadka ibaaxiyiinta taqwa allah ku tilay dadka wax walba sameyn kara wa taqullah wa ra'al ka baqa inna allah la subhanahu wa ta'ala shadidul iqabi iqabtiisu way daran tahay hadalkaas wuxuu ka dhigan yahay hadaa allah ka baqi waydaan iqabti allah ma meesha taala waxa isbadbad yaalla allah oo ka baqdi iqabti allah midun dooray way إن هذا الله كبغض أو شرع كل دقن تويا نقاب دورة بل هذا بدون طول كم الدين كرم كقف مؤمن التقوى لي كم الدين كرم إن الله الله سبحانه وتعالى شديد العقاب عقاب في سكي دار تهيود حرمت الله وحيد سبحانه وتعالى حرمت وقال حرامي عليكم دشين الميتة بختي ميتة وحوي واحد جور على آن ولنتي وياه يو الدم ديجي وديجا مصفوحة هلا الدارية سورة الله عن ذا فقيدة دم دم مصفوحا ديجا هي اللي كقولها حشيلة أما علاش كقولها حري لب مل نجاسة ماها حتى ديجا سؤال كرنا يربى الله كرنا وديجا ذاتهوي عرفت عبي شفتوا أنت ديجا ذاتهوريان يحيد ما نافك أنت كشوا بام يحيد ما كده بتشيلين ديجا كقولها حشيلة يحيد ما كده بتشيلين واللحم الخنزيري دوفار كهيل في سنة والذي كحرامي وما شيء والذي كحرامي وهلا الله قلنا غير الله ألا غير الله قلنا واقع قربان هان وش اللي قورع ألا غير كي إن لو قلنا هذا وش اللي قورع ويجرى يعني ما قد عيسى بحتى هلا شيء ما لدى ودنين بيكو يربع ويدي وش سحر كي يتشنك اللي قورع كورها بيقول ينبع لعنة كرا ومسألة خطيرة وهي مسألة داشة hawye nimba laga yaabo intuu wuxoogay waxay ruux ama islaam leeyahay waxa jinba meesha ku jira waxa jinka loo gowraco qaad ba xataa intii saa uu qabtaan jinku si uu dhiiga u cabo yey korbay u haynaya jinka dhiiga cabbi ba kulayn waxa lagu sheegaya wama uhilla li ghayrillah alla ghayrtu wixii loogu qurbaaniyay bihi isaga wal munkhaliqatu tii li ceejiyay oo ama neefta lagu celiyay weeye li ceejiyo neefta lagu celiyay ama xariiq ha ku dabo ama laba geed ha isu qabtaan ama ruuxa ceejiyo iyo wal mawquudatu tii la garaacay oo sidii loo garaacay nafta laga qaaday wal mutaradiyatu tii soo dhacday meel kore ka soo dhacday ceel bay ka dhacday meel bay ka dhacday cidu ha ka soo rido ama iyadu ha soo dhacdo iyo wal nadiixatu tii la hardiyey oo mid gees lihintay hardiday ay ganac goysho caloosha kaga duleelisay iyo wamaa shay akala uu cunay asabucu dugaagu uu cunay إلا ما ذكيتم وحد قور عدين ميو قور عقادان مويان وما شين والدك عالم يذبحا لو قور على النصب الله يلي نصبي نصبت لو قور عين نصبت وحوين
وحيابها ميلها لقيتها جو تالوينكا تالوينكا هي علامتها هي ميلها لقيتها جوير بميل قدسيه بالمثل وحال اللي هي نبل مسيارنا يا أكله وحملها يعني لقط قطمي لك حانتها إياه كده الله يسيء وحملها نوع عسى كاسن وين كحرام وان تستقسموا هنا تكون مرة ربيتان بين كحرامة بالأزلامي زلمك وغزلمك الصومالي ما تغنى الصومالي هذا وقرن ما هي قال نسكده ما كإنت نردن حال هذا نردن قريش بقى كوش قيسين تستوحى نردن وقريش ده عادي ده وحياه هاي وهي السبب في الدليل أن الجرنين معن الشرين سبب في الدليل وحلا نفتي بقاضي نفتي سبب سكده وهي سبب كيس أن لا أورين معن الشرين لكن وهي سبب كيس الجرنين إذا وبخت يسكعن الشرين ما كإلا ما ذكيتم تو حيون قنيسا دفار كي يم يتدم ويا أنت كلا دفار كي يتدم جور عي جور على وحرام يوم جور عمل أنت كلا هذا نفكس وجاجو جور عن مركا نفتي ملك صور دعي دو كدعى مركا جور على عن هذا نفكس وجاجو تيل عيسيو نفتي كل نقطة نفدات كس وجاجو جور عن تلا جرا عيسي دو كلا مركا دفار كي يوم يتدم ديجنا دجور عكسوا بمايو مركا صدح لا إلا ما ذكيتم تصدح لا سد بد كيهم مركا واحد ولا نوا وذا حرامون كل نوا الضرر قاضي اللي بعتذار يا وذا بدن إسكتي لا ليه علماء بدن علماء واحد سنة ويحبان دم ويحبان دم واحد الله شيء الضفار كا واحد له حرامي ما لجير مسؤول يها لك ديجي سي هي بتي سي واحد لجير مسؤول يهين ولا أقعدي مركا قل يا واحد الله شيء هدي كورن تلقى قد دلو وأسك علماني كواس واحد لقب صدى هذا الكود الله شيء ما دي كورن تدن ويكدي لي سابين زيادة مسك مركا دبك لما قل يا الله شيء لكن واحد صار دن وحوي ودتك علمانيين تا أو فكرة ده السوء أروريا يا إسكا كينا وين أقول يا هكا إسكو الشيء الله هو لي يا وحنا ردم بالذيك حرام يا مركا سلا سنو قرنا مركا ماشى وح كتير وح جور على مركا اللي ده وين النفط سلا إمام الشافعي لي هاي حياة مستقرة أبو الشيخ لي نفق من وين يعني نفق ينكر بكرنا وين ضد كرو عندها ساوب بحنه وحلي هاي بيني وحكى العلماء قال كيف كدرين إمام الشافعي مركب مركب سال النفق وين حي حتى على لش هديك صور لعذو لكن سيدك لو إنه ليه ولا جور عن كرا ولا عن كرا لكن ما مالك يحيليهم هديهون هدي على شغل ككتالا لما عن كريلي هدي على شغل ككتالا أما دبر كوكشم يعني هدونك إنه النوال هذا اللهم لينين لما عن كريلي ولا بجور عن كرا وحرب بدن سيد إمام الشافعي إليه النفق هذه مر نلشي سطام تاي ولا جور عيا ولا عنيا حتى وحيد ما هو بنان كاسور دقي بحرك أما بنان كاسكي يلا يعني أنت لقى تلا كرسنا وحلالون جين جين كن واسيد وقال وح وشيف كا نفك اللي جور عه وح كده سيره نفط بين كبر مرت علم دو حلين سوى النول ده هدو صور دشوا مركي اللي جور عه سوى النول هدي اللي جسوا صاروا اللي جور عيا لكن وح شرد يا مركا أنت اللي جور عه الله عنيا إنه دقرنا بحيا لنا سوري يعد حنا هدي ليه هو دحيا اللي هدي هاي حوي والسكد عدينا وح قيمة ما له بلا لين جور علفتي سنو مسكف عيا هيو جور عه حاكم ذا وإلا الله حي وكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحول لتشيد ما ينفق وإن لتشيد سوى النار وإن مرك الله شيفنا يدل خلوا له فن ابنه سوى إن لتشيد ابنه من دي وإن الله جهر لسنت بيجي وإن لو رابيه جور عيسى وإن لددتشيه من دبر له من دي أفل لو جور على ددتشيه سوى النفس كبحنا وإن من دي لو بالعمل وحيابه بدم بجور عدونا يا آدابه تنفق وحوي يلا عقاب هذي لو بنا يقال له عقابه حرمت ولا حرام يلي عليكم دشينا الميتة بختي ونفك الجور على أنت ليتها والدم ديجي مصفوحة على الدارية واللحم الخنزير الضفار كهيل بكيسي وما شيء إلا الله ورنا واقي لغير الله لقربان غير الله ألا غيرك وقد واشه لا ورنا واقي أما الغير اسم الله ألا مجلس لا ورنا واقي به سر والمنخنقة تيل عيشي عيشي انت سوكر الميسة وأتلم مكسيي ونفتك النقطي وصاحب المتا والموجودة تطير للجراعي وحوي قريش أنت الجراعان بسيد وجراعي المرك النفط كبحره يعنى يمالي والمتردية تطير صور دعدي علما كفرت أن ترر ستجد إذا هدينه أن ترر ستطير صور دعدي بوي قاني والنطيحة تطير لهردي أو حوي جيس كل جلي يوم ما كي أكل السبع الدقام وعني إلا ما ذكيتم واحد جور عدان مويان ويصبوا النول على ضدتي مادان مركب ما يتدئي اللحم الخزير في يديه وكب حسين وما شيبا لحرام يذبح اللوق ورعي على النصب وحيابه دكحانت اللي تاك تاقي
يجيدها لغني سيلوجو رعي قربانها المثل نصته صدح بقل يليحنا نجحبا كأك ثاقنا ومدول بسنم وكيل كيهي كعمد كأك ثاقنا نبي مكبر بريين ما كنت يكون قو رعان يهيل مرمرين شرين هيلبهنا أي درسة سار شرين أو سيدة يلي شرين بركات الله لن ينال الله محمه ولا دماؤها دي قاسي وحنا درسة سار سمعنا تبوحا لدرت أمبا قيمة وما جبه على نصوب معنى هذا السيداوي فري وحنا قرنا يمال جرر مركي هو صلوح لأدلي ميل أكتيا ذاهي مره رنينا الشيء وأمالي دقاح باتاقنا دقاح يردير بوها ودل دين عنو كتشري حقا مركي السبق يعانها لمشي في الشيء أوه ملا وهل بركي ستير أدو مليون هو أنكو مركي تشيكي برقع عانها ولو سيسفرين تري السبق برعتك انت الله دول دقاء السبق يكتب عشيري وكتب نقبة نيا أكي وأنو ملايني بركي كرمين وحاسوك الله مرة بوي نصفت ووحا وأن تستقسموا إن أتكم القيفستان أما كم رأيتم بالأدلان أدلان تصدح نوع بأهين أي عرفت كم رأيتم شفتين صدح بيكوا هاينو مدو حكوتها لمركي مراد ليهين باي يصدح استعماله يا مدو حكوتها لسداسيات منو حكوتها الهيالي منو مهمل وحكم قرر سداسيال كيها هدوس مره هو سكجلين يا جانتو جلين كي صوب حي هدي سديالتها وكل دقاق كتشو غادي تاينو كتشو غادي كي ممل كاسو بخو كولا بعلين الى ميدو صوبو ميدو واسيدا منو كان قمار كو تدو حبا ويو وا تورف كانو كاني سو كان قمار كو وا تورف كو وها وي وحنا استبا مريانو سداسو يو وحن بختي نصيب كلي دا سدا يي لو غدي سينيو من كاسو وها وها سو دن وادي كا حرام بالين ان خلا سا كو كلا قادتان اي ميشا وها كبخاي مرك ليلي هي ادلانتو وها يهايان سدا ييل كي اه وا ليلي هيلي هدينا ولا نجو فعلك أما خير سالمتا يدو السلاسة وكلمة حديث روح عدي واحد نمسك إله يا سالم كي نبدك سيانا إله هو كعافينا قد كفر حدود عرقي ديسين الله كعافي روح عدو عديسة لقوة أقبالي واسحوه حدي هذا يقول مالك سعودة تروح تدى الله كل أنتوك إله خير با إله يقول كل من إله إذن كي تيو كاسوا كوسوا دعيني كتشوك ميسي دوا سعونا سواسكو على الله دينيسة تفال بالينا خير سالم فال كان ما هي نبع النقان وخير سالم ذلكم وحاصرنا والله صور شيء ولا حرام يفسق فاسق نموي وشرع كبح وحاكبي هلا صور شيء وحرام لي قفكي كوك عاي وفاسق نموي وفسق وفاسق نموي وشرع كبح فاسق نموي وشرع كبح وضد الله لا جبحه ذلكم وحاصر صور شيء فسق فاسق نموي بكال الله فليه اليوم ما أنت يئس كقوسين الذين كوي كفروا قالوا من دينكم دينكم ما أنت كقوسين فلا تخشوهم هكبقنا واخشوني أنا كبق ما أنت أولي ما أنت كقوسين وحالة شو قبل مثل ما كلا فرتي فتح مكة مركي ما كلا فرتي وحالة وحي عدده ذاها دق القضاءها نل إذا كحرامي أول مرة رجع وحي كجسرين إن أدب صن قدم تان وهذه يدق في أدب صن قدم تان هذه هذه يدق القاضي مركي حرام لا جد لقي وإذا كقوسين دبدم بيني دان صن قنين وإذا كصبرين يقولش هذا شأننا ويجادينه هنا اللي ذكرت كان كرين بيجادين خلاص إذا ما دبر هذا كتب ويجاد إذا راعي إذا صفر عدناهم اليوم ما أنت يجلس قوستان الذين كوي كفروا قالوا بعندينكم دينتي نكقوستان إن إذا دب دم بقصون قنينين بيك قوستان وإذا دين تودي قصون قنين فلا تخشوهم مركها كبقيني ذيك كأذى وخشوني أنا كأجبها عبسيدة الله هي عبسيدة بني آدم كنا إسكو مال مقصو وفكي الله كبقى عدوى اللي بوي كبقى يسار اليوم ما أنت أقول لك شوكو يعني أكملت كامل يا لكم إذن كدينكم دينتي إذن كامل يا وأتممت وان نعمي وان لما يشتري عليكم دوشينا نعمة النعمة دي إسلام النعمة دي إيا حوقي والرضيت الرالبان إذن كان نقضي لكم إذن كالي سلامة إسلام النعمة دي دين المجاهد الدين هان ما أنت دينتي كامل يا المعنى هذو حويه ني يهودي واك عمر بن الخطاب كيل آيات كتاب فينا كجر تهدي أنك نبس ودق لهي عيد بانو كيالا لهي بول بل شاك بولو شاك ماشي كسو ودق تيب أنو كهي عيد بي باهي بول الافتار عرفاء بل تاقنا بول وحج بان تروبي عرفاء لا تاقنا جمعانا ويهد مالي جمعاء بيهد مركد دينتي والله كامل يا المعنى هذا وحاوي الشرعي انتي سيبر نايت وحيار بانا بيهد لو ريس ديتر عشو ونبي قد يبكرنا ولا مركا عيدهم سودك إنك سو قرآن سودك وقتك كده وآية الرباعية أي سودك أحكامتي الشرعية فرائشة انتهي بغنية وإنما يسرت عمر بن خطاب وكان نحي ويقولي مردو شيء لما يسر أول وحوية برواقة النوسعتي مردو شيء لما يسر مهدين
خلاص والليل بحسموه مركا ما أنت دينتي لكامل يا رب عليه الصلاة فرائشي هي شرعي وإنه ما يستمع وحير مويان وحير الزبادة اللي سكرها عينه وأضمنت عليكم نعمتين وحير نعمة دي وأن دين كامل يا ليون نعمة دي سلا نعمة هي دين دين سي كامل بعدين كده جوا كواز حوجي ستين وأتكات كاتين عدي دين لسه حجدي وقال هم يسي ثم كي يدل كورن بيدين كهستا دين تنا أول بخال بني دين كهون دين تكليه الله رالي كي هاي والدين تان اليوم ما أنت أنا أكملت كامل يا لكم إذا كدينكم دين تينا كامل يا وأتممت وأنا ما يستري عليكم دشين نعمتي إسلام نمدي يا نبت قليدي يا حوجي يا أودي يا وح والله ورضيت رأى الله إذا كان نقضي لكم إذا كان الإسلام إسلام نمدي دينا دينها فمن الضر قفكي باهرة هذا فعل هو مجهول مركب الصمة هذا كان يقول لما له فمن الضر قفكي للي باتق اليوم اللي باهي قليو فمن الضر قفكي باهرة فيق مخمصة بسبب مخمصة قاجو صربته غير متجانف كل حن غير كحالو يهل إثم دنبي هدوك أشياء الله صوشا إسكعنو فإن الله لغفور كورنا فيه رحمنا الحريستة قفكي وحوي قاجة هايستة نين دنبي دوننا ما هو تلدد إيا معانسي إيا حيسة أمعنا يا وحن بغتلا أمعنا يا وحيابه الحرامي أمعنا يا دنبا كوقبتي مخمصاتو قاجة دوا خمسة وابقلالي إنك عراشو كمارتوي يا وحو قليا وحي وضن يكون قبطه يسوون دمبيلة هاي ما كوحي إلا دي غير باقي ولا عادي بي إلا معنتها غير باقي ولا عادي نكي وحوية دمبيلة ما هو ننبود عدم ما ها أما توقدون ما ها ننحد قد بينا ما ها وعنسة وبوقت قالي وحن وعنى يكم أحد قد بي دمبا كو قبطه الله قد رافيا سبحانه وتعالى وإنتو كم بالقاري أمر ميو كساهي قادر ما سكساهي قادر ماي دي ما يسو كسو عدائي فوقتهاي وأنا ملاين يين وأنا أنت كسر كيس راشين يين وكسر هاي قادم أنتوا دانو كقادم كراوين هذه سمع سلوا ده أنتوا مر كأكن ولا هذا هاي سكعت هجوا حكلا الله وحده سبحانه وتعالى فما نقدر نقف كي لباهي قلي لباهي قلي في مخمصة بسبب مخمصة قاعد السبب ته محب هاي هاي بخت غير عنا غير متجانف كل حن غير تعاليها اللي إثمن فأود يسكعنا بخت جي فإن الله لغفور كدافو يرحم الحارسة وحالي ده بختي حول بني آدم هذي سكا قبصدان بختي عن بختي قال الله إني خاله حساب تمن عتك لك على حساب تمن وح بني آدم هاي سهول وين أدواته لكن وح بني آدم حاله عنك راه دوقفك في هذا الصوم مرتيه وواجب إلا مرتج لي مرك حد يسوق قوس كرا غير كوس يوم مرتيه وندعوين كرا وحلي كرا وإذا ساحدانه وح بي مسين أولين كرا حق بكلي أنت ومرك عونيه ومرتج لي ده واجب بكلي مرك وك قادن كرا هذوك قادن كرا وك قادن كرا لكن حق بني آدم يبختي هذا يسوق قبصدان حق بني آدم كإسكا إلالي بختي الله كان حساب تمام الله لو كل رفع يا سبحانه وتعالى يسألونك وحيكو ويديني ماذا شيئا أحل لهم لو حلالي قل وحات كتلا أحل لكم وحليدين حلالي الضيبات وحل وحي وناكسن أردن ولا غير غرسنين ظاهر بها هذا وما شيئا وحليدين حلالي علمتم أتببرتين مركا مضافة ماشاء تدعون والسيد دماء شيء أقارن والدين حلالي علمت ما تببرتين من الجوارح وحيابها وحكسباء وباسك إيو أيق إيو ييد إيو قواس وكلا مكلبين حالاء تببرتين وتببرت سيسين تعلمونهن أدبرتين مما كي علمكم الله ألا إذن بري خيال هذه إذن كألا إذن بري يأدبرتين وحاشر دي أمركا لعونا إيو فكلوا عونا مما كي أمسقنا عليكم درتين يقبتين عونا درتي وحي قطين واذكر اسم الله الله حس عليه على إحسانه مركا بير إحسان مقع على كد الحساء واتقوا الله لك بغوين وحي ويديين محامة حلالة في أول بوحة وحلالة وحبة باشرية والله شيئين وحي تفصيل بكذا البيان بالوحي إنه حلالة إلا وحوي وأخذ ووقت دنبقه النبي هو إسكداء دي سوى سلو دهيو محامة حلالة ومحيلة ضيبات كالي ضيبات هو وحى الله وحي وناسا ونفطه إن كي غيغسنين وقد قرأنا ظاهر هدوية والنفط كي يغير سنة سعوني ميسد حلال ما وإنه شيء نظيف يهوي ومحبي إليه يقول يا محمد مركي لو كان قبل الدماسي ده هاي أيوك أنت ما سعاد إليدي بهاشا لصول صلاة وفي عال وحيدي طلقي بان عنب لما عنا يلودين خالد بن وليد هو يدي كانتي باع عنا وعنا يوم يا رسول الله محرم بفر ما يقول وعنا مركا ضيب هو حوي ووحى النفط ووحى النظيف تاوي ولا غير سنة ولا غير لا
marka inaga hadda ee Soomaalida oo dhan wax nadiif ah wanaagsan inaan cunin baa jira wadnaha iyo dadku aad u cunaa waxyaabaha noocaas ah way wanaagsan yihiin in la cuno way qul qul yasalunaka waxay ku weydiinayaan maada sheegay baa xilal lahum loo xalaaliyay qul waxaatina xilal lakum muhalidin xalaali at-tayibaat wax nadiifta ah iyo wama wasayda ma shay ugaadhi allamtum aad tababarteen oo minal jawaarihi waxyaabaha wax kasba ah sida aygoo kale mukallibiina xaala aad tababarteen oo uu joogso iyo tag uu kala garanayo soco oo soo qabo iyo soo noqo uu kala garanayo tucallimuunahunna xaala aad barteen mima kicallamakumullaha aliidan baray tabihii idinku aad taqiinay xeeladaha taqiineed barteen fakuluu cuna mima kii amsagna ay qabteen calaykum liajlikum dartiina ay u qabteen taas waxay tilmaamaysaa haddii intuu qabta uu cuno adig kuuma qabanin isaga qabsaday adig kuuma qabanin isaga qabsaday su-aal bayna ku timid oo ninkii ahaa cadib bnu xaatim baa yidhi aygaygaan diri iga waran marka markii laysku soo xooriyo aygaagii haddaad dirto ood bisin ku dirto oo uu kuu qabto oo uuna cunin ay kalena ayna meeshaa joogin kaagaad ilaa bisinka u qabatay waad cunaysaa wen wadkuru isma allaahi alla magaciisa xusa calayhi ayga diriddiisa mukallibka yacni mukallabka shayga yacni jaarixa ah calaa isaalihi wattaqu llaha alla ka baqo sharciga ku dhaqma in allah alla subxaanahu wa tacaala sariicu lxisaabi xisaabtiisu kay degdegaysa wey ilaahay xisaabtiisu way degdegaysaa macnaheedu waxa weeye maamulka alla si toosu u soconaya wax dibdhaca ma leh siduu yahay iyo loogu talagalay buu maamulka alla u soconaya wey alyowma maanta uxilla waa la xalaaleeyay lakum idinka adayibaatu wixii nadiifta ahaa wadacaamu ladiina kuwii raashinkoodiina waa laydiin xalaaleeyey aan ku celiyo wadacaamu ladiina kuwii raashinkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal buu lakum idinka idin yahay wadacaamukum raashinkiinuna xillun xalaal buu lahum iyaga u yahay waalmuxsanaatu gabdhaha xorta ah oo cafiifaadka uhun xalaal bay yihiin oo min almuminaati muminaatka ka mid ah iyo waalmuxsanaatu gabdhaha xorta ah oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin kitaabka la siiyey wey maanta waxaa laydiin xalaaleeyey dayibaadka maanta keliya lama xalaalaynay awel buu xalaal ahaay waxaa lagu dabaqabanaya waxaa dadka qalbiga loogu dhisay dadka ahlu kitaabka dacaamkoodu waa idiin xalaal sida kala idiin xalaaleeyey uu xalaal idinku yahay wey waa isku mid wey dayibaadkii idiin xalaasha ahaa iyo kuwaa raashinkoodu waa isugu mid wey hadday mar ahlu kitaab yihiin magac kastaba ha ku gowracaan hadday doonaan culimada qaar baa waxay dhihin haddaad maqlayso magac kale uu ku gowraco oon magaca allahayn cuni maysan qaar baa laakiin waa laga diiday waaba waa aayaddu way idalaaqday waxaa la dacaamka la sheegayaana waxa weye waa hilibka weeyaan waa waxa gowrac u baahan wey dacaamka la sheegayaana waa waxa gowrac u baahan ee raashinka kale iyo midhaha iyo waxaan gowrac u baahnayn waa caadi haddaad aad u ka yaqiirsanayn dibilmatan canjeeradii waxaasoo kale ruuxaad isleedahay nadiif ma aha hadduu qaso si kalead isaga dayn mooye xaraan ma ah marka waxaa la sheegayaay waa hilibka wey ahberi waxaan xusuusanay dirid baan hoteel tagnay niman wadaadoho la socday baa waxay dalbadeen digaari bay dalbadeen anigii ma cunin lama cunin waxaan idhi waxaan taloo muxuu noqon dana waxay dhihi ahlu kitaab baa gowracay marka waxaan kolay waa ku dhici waaye anugu baasee de in lagu dhaco wey sharci haddii waa in lagu dhaqmaa alyowma maanta uxilla lakum laydiin xalaaliya adayibaatu wixii wanaagsanaay oo nadiif ahaa wadacaamu ladiina kuwii dacaamkoodiina waa laydiin xalaalay aan ku celiyo icraabtaan xumaynaya dacaamu ladiina kuwii dacaamkooda utul kitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal buu lakum idinka u yahay waa mubtada wey anu tii hore inaan ku cadfaan damcay ma ogta wadacaamukum idinka raashinkiinuna xillun xalaal buu lahum iyagu yahay way idinla cuni karaan kiinana way cuni karaan qolyo culimada qaar baa waxay leeyihiin wixii iyaga u xalaala waxay iyaga ka xaaraamsan hadday gowracaan la cuni mahayo culimada qaar baa wax iyaga lafta ila iyaga qudhooda qaar baa ka xaaraama wax cunidiisu ku xaaraam tahay hadday gowracaan ma la cunayo ee wixii iyagu xalaala weyn sidaasuna way fiican tahay waalmuxsanaatu gabdhaha hortaa laydiin xalaaleeyey oo min almuminaati muminaatka ka mid a iyo waalmuxsanaatu gabdhaha horta ah oo min aladiina kuwii ka mid a uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum hortiin kitaabka la siiyey idaa waqtigii bay xalaal yihiin aataytumuhunna gabdhaha aad siisaan ujuurahunna meherkooda aad siisaan muxsiniina xaala aad mehersanaysaan hayra musaafixiina kuwa ka zinaysan keyrkood xaala aad tihiin zina babli ah walaa mutakhidii akhdaanin saaxibo kuwa ka dhigan keyrkood aad tihiin waa idin xalaal wey cumar bin khadaab wuxuu leeyahay wixii carab ah oo diinta nasaarada galay gabdhahooda la guursan mahayo maxaa yeelay asal kuma aha marka wuxuu arkayaa
وإن قفك أهل كتابك كتابك أسهل كي يوفرنا شبابه ويدي اسكو مهرسنين عربتا ربني تغلب لي إلى هذا الواد بين دينة نصارى ذكره لكن وحا كحب بدن مر هدو الدينة نصارى ذي هاي والله عنا يا أولو قورا إسوا نصارى والله هدو مرتد نقضماء كمرتد كي كبح أي مسيحي كان قاتل لعنم هاي كيس وإن رفوح النصارى نما كرنا شو الدينة دي كسو قريوه كاسا لعنا يا أولو قبلها مؤمنات كينا واسدوا كالي قبلها مؤمنات كوحا الله قد وقفتين سيدا مؤمنات كينا أدو قرسانا إيسان إيقنا أو قرسانا واسلق في عيني هاي عمر بن الخدابون هاي يو لمن صحابة كبدا قبله أهل الكتاب قرسانا وحولين قبله مسلمات كها انت بنوحا سورة قبل قبله أهل الكتاب كحولي وحايا لو رعا يا سورة قبل بريد قبله مؤمنات كها وان حولها هاي سنينو وحوقي هاي دلتنا دان تكالي حتى مدى أهل الكتاب كها ومسألة أدك ما عمر بن الخدابنين أدك بوها وهو حاسو كالعود القادم ما هو حرامين لكن ما قلت سنكرتان بلو أنا وضع فرتان بلو قبل أن نسلم كان قلت ستان سداسو كلا عبد الله بن عمر نوح إليه قبل أم الله إنه عيسى إنه إله إليه أنا إلا ما قم منه إليه إلا قلت سدو يهود وعاد يهود خرافات بدنا يهود لكن هذا عيسى إله هو هاي ستو أنا الشرك كبدا ما بقى قبل عمر بن عبد الله بن عمر لكن انت صور لأنه حا علماء يسكر رعين ولا قلت سنة يا يهودي نصارى قبل هذا نظيفة أولا قول سنة ياوية أو حر تناء نظيفة تناء محسنين حالات مهر سنة إسان غير مصافحين كوا كذي ليس غير كذاتهم زينادة عانكا ولا متخلي أخداني صاحبك كوا كذي غير كذاتهم أخدانته وحوية واسنادة سرطة ضدك يعني سجارة الصاحبة صفاح من واسنادة وحوية وحدادين تكليه اللو قدن لي هاي ومن يكفر قفكي قالوا بالإيمان إيمانك قفكي كقالوا فقد حبضه وبربرين عمله عمل في صواب بربري إيمان كان هذا الشيء اليوم ما الله با ما يحوي إيمانك قفك كب حوي وقال لي مدي إيمانك قال لي ماذا كدر سي معناها ترى أنت إيمانك الله إيمانك رسولك إيمانك الدين ته إيمان ولا بلا شيء ومن يكفر قفك ديده بالإيمان إيمانك ديده وأنا الله رمين مهيلا فقد حبيته بربري عمله عمل في صواب بربري ودونك عمل في صواب بربري قال دول لم يتنقوني وهو يسون في الآخرة آخرة من الخاسرين هو خسارب كمده الله سبحانه وتعالى.